هلو هلو هلو، اهلا وسهلا بالجميع. نأمل ان تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. يا ترى شو ناطر الابراج التالية؟ القوس، الجدي، الدلو والحوت. او بليز اعملوا اشتراك، شاروا لايك على الجرس تيجيكم اشعال بس المباشر. قوس، ساعة بتضرب بالحامي، ساعة بتضرب بالبارد، مش عارف اي اتجاه بدك تروح. لا تزال ضائع ما بين معتقداتك واسلوبك والطريقة اللي بدك تتصرف فيها واخلاقك، مانك عارف باي اتجاه بدك تحصل حقك، وعلى ما يبدو انه حقك ضاع وانتهى، ما عاد في مجال للتحرك للتحصيل. خسارة مالية كبيرة رح تتعرض لها ايها القوس، او تعرضت لها في حال لم تسمع النصيحة اللي اعطيتك اياها كذا مرة، وهذا سيكون الدرس الكوني او رسائلكم اللي وصلت للبعض منكم ولم يستفيد منها. اما على الصعيد العام والشخصي العاطفي، فعم نشوف البعض منكم لا يزال مستمر بعلاقة او بشراكة، ربما عم بتضايقه او عم تجيب له بعض المشاكل ووجع الراس. اما البعض الاخر فهو مستقر بطريقة ايجابية مع عائلته واسرته واصدقائه. بالشكل العام عم نشوف لقاءات جديدة، حسم لبعض المواقف، ظهور برج الحوت وبرج السرطان على الساحة وبرج الجدي في حياتك. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الجدي، بليز اعملوا اشتراك، شيروا لايك، علقوا الجرس تيجيكم اشعار البث المباشر. جدي، بعض الامور مختلفة عليكم كليا بهذه الفترة، وخصوصا بعض الامور المتشقلبة عاطفيا، ما عم تقدروا تحددوا بعض المسارات او القرارات. هناك نوع من الضياع العام، البعض منكم مبتعد عن الناس او الاسرة، والبعض الاخر مركز على عمله. وفرة مادية قادمة او طفرة مادية قادمة للبعض منكم، هناك بعض الاموال وكاش موني للبعض الاخر. اما فئة منكم بدأت تنتبه من التعرض الى السرقة، بليز انتبهوا ايها الجديان. خلافات او معركة بتم بينكم بين بعض الاشخاص، فيها مواجهة كلامية او ربما تشابك بالايدي، رجاء الانتباه. توفيق للجدي. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الدلو، بليز اعملوا اشتراك، شيروا لايك، علقوا الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. ما الذي ينتظر الدلو؟ دلو، لقاءاتك مع الابراج الهوائية والابراج الترابية بهالفترة بدك تنتبه منها. يمكن ما تتواصلوا مع بعض بطريقة ايجابية، يمكن ما تعرفوا على بعض بالكلام، يمكن تختلفوا ببعض الامور، لذلك عم نشوف هناك بعض التراجع في التعامل الاجتماعي والتعامل العاطفي. بعض الاهداف اللي كنتوا حاطينها او رسمينها يمكن ما تقدروا توصلوا لها. بعض المال ممكن ياتي ويذهب بسرعه، انتم بحاجه لوفاء الديون وبشكل سريع ايضا. اما اموركم بشكل عام فهي جيده، الوصول الى هدف جديد، تعرف على اشخاص جدد، استلام هدايا من مكان بعيد او طرد. بالتوفيق. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الحوت، بليز اعملوا اشتراك، شيروا لايك، علقوا الجرس تيجيكم اشعار البث المباشر. حوت، هذه الفترة عم تحسوا حالكم مظلومين لسبب ما. ما هو سبب الظلم او شو سبب الظلم؟ بجوز تعرفوا بجوز لا، لكن الاحساس بالظلم اكيد هو الطاغي. مش عم تحسوا انه الناس اللي حواليكم عم توقف معكم او عم تساعدكم، وعلى الاغلب انتم وحيدين، وخصوصا من الشريك ومن الحب. اما الامور المالية بهالفترة فما عم نشوفها كتير رائعة بالنسبة لكم، عليكم بالانتباه. تعرف على شخصية جديدة بدي نبهكم منها، بتحكي كتير، بتقول اشياء كتيرة لكنها غير صادقة. انتقال من مكان الى مكان، صحتكم بالتراجع، عليكم الاهتمام بالصحة وفورا. شكرا كتير لكم، بحبكم كتير، تصبحوا على خير، باي.